أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع صيني متخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة، وذلك بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بحجم استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار. يأتي المشروع في إطار المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى مليار و600 مليون دولار.